نسبة الإنجاز لا تقاس على مجمل الديوانية، لكن إحنا عندنا أحياء مكتملة 100%، بعض الأحياء مكتملة 100%، بعض الأحياء مكتملة بنسبة 90%، بعض الأحياء مكتملة بنسبة 80 أو 75%. النقص هذا 25 أو 20% جاي نزامن عمل الشركة مع عمل شركات تأهيل، وما عندنا غير هذا الخيار، لا ممكن أن نوقف التأهيل نتيجة لعدم اكتمال شبكات المجاري. لكن المرحلة القادمة هي المرحلة أعتقد هي الأصعب في في عمل الديوانية. شلون؟ لأنه عندنا 42 حي برعاية من السيد رئيس الوزراء تم إدراجهم في وزارة التخطيط، راح نأهل بالديوانية 42 حي. بالتالي نحتاج إلى جهود وفرق مضاعفة من هذه الشركة لغرض مزامنة أعمالها مع أعمال شركات التأهيل اللي تأهل 42 حي. تخيل أنه عندنا مشاكل من سبع أحياء، راح يفتح عندنا أكثر من 42 حي إن شاء الله بديوانية برعاية السيد رئيس الوزراء، وبمبلغ يعني حقيقة لأول مرة يخصص بقدر ميزانيتنا لعام 2023 وأكثر منها قليلا 335 مليار خصصت من قبل وزارة الإعمار لغرض تأهيل 42 حي. هذا الموضوع يتطلب مصادقة الكشف الإضافي الخاص بالشركة اللي هو الخاص بالشبكات، وكذلك الإسراع بحسم موضوع، عفوا أستاذ سعدون حتى أوضح الفكرة، وحسم موضوع الكشف الخاص بمحطات الرفع. نحن حاليا نستخدم محطات الرفع الخاصة بالمدينة القديمة، ولم يعني ما عندنا أي محطات رفع تخص مشروع المجاري، كل شغلنا على محطاتنا القديمة. حاليا شركة المجاري اللي تشتغل اللي هو مشروع ديوانية المجاري الديوانية الكبير، أنشأنا شبكات فقط ومحطة واحدة فقط من أصل 25 محطة. لذلك نطلب ضرورة أن تحسم وزارة التخطيط وزارة البلديات موضوع المحطات وكذلك موضوع الكشف الإضافي للشبكات، لأنه هذا يتعلق بأعمالنا المستقبلية، يتعلق بتأهيل جميع الأحياء في الديوانية، وهذا موضوع جدا مهم.